أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نسلط خلالها الضوء على التفجيرات الانتحارية التي تضرب المكلا عاصمة محافظة حضرموت. ارتفعت حصيلة ضحايا العملية الانتحارية التي استهدفت تجمعا لطالبي التجنيد داخل مبنى معسكر النجدة في مدينة المكلا إلى نحو 27 شخصا وإصابة 60 آخرين بجروح في أحدث حلقة من مسلسل التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف حضرموت منذ ما بعد تحريرها من تنظيم القاعدة. حادث جديد يزيد من حجم التعقيدات الأمنية والتحديات العسكرية في المحافظة الأكبر مساحة في البلاد. تنامي حجم العمليات الإرهابية في محافظة حضرموت وتنوع الأهداف المستهدفة من قبل تنظيم القاعدة يكشف عن مدى الأهمية التي تحتلها المحافظة لدى تنظيم القاعدة الذي تم طرده منها بعملية واسعة بدعم من قوات التحالف أواخر إبريل الماضي. العملية جاءت بالتزامن مع إعلان قائد المنطقة العسكرية الثانية في المكلا عن تحقيق نجاحات وإنجازات أمنية واسعة في تعقب الخلايا النائمة للقاعدة وإحباط العديد من العمليات الإرهابية، كما أنها جاءت أيضا بعد يومين فقط من استهداف قائد المنطقة العسكرية الأولى في مدينة سيئون بعملية انتحارية أدت لمقتل عدد من مرافقيه. سباق يدور على الأرض بين قوات الجيش وتنظيم القاعدة في مواجهة لكسر العظم ولا يمكن أن تنتهي بتعادل النقاط. نتوقف مع هذه مشاهدينا الكرام المستجدات والتطورات لنناقشها في محورين: ما وراء تنامي قوة وكثافة العمليات الانتحارية التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، وكيف يمكن لقوات الجيش ومن خلفها قوات التحالف أن تسيطر على الأوضاع الأمنية في المحافظة وتطبع الحياة فيها؟ هذه الأسئلة وأكثر نناقشها في حلقتنا من زوايا الحدث اليوم، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. وها قد ضاق الطريق بالمكلا وبدأت رحلة السقوط في مستنقع الموت الذي يبدو أنه سيكون له مع المدينة موعد قاس خلال الفترة القادمة. الإرهاب الذي خرج من حضرموت بعد معركة وصفت بالخاطفة عاد ليقود الحرب بالطريقة التي يجيدها. التفجيرات الانتحارية والموت الغادر، عملية إرهابية جديدة هي الثانية من نوعها خلال يومين، والمكان هذه المرة هو معسكر النجدة الذي كان يتجمع في مدخله العشرات من شباب المحافظة في موعد للتسجيل في القوات الأمنية التي تعمل السلطات المحلية على إعادة بنائها في إطار جهودها لإعادة تطبيع الحياة في المدينة بعد أسابيع من طرد عناصر التنظيم منها. العملية التي أودت بحياة عشرات القتلى والجرحى تبناها ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في إطار حربه على من يسميهم المرتدين عملاء التحالف. شهود عيان أكدوا أن انتحاريا فجر نفسه وسط طلاب التجنيد في بوابة المعسكر أثناء توافدهم إلى المكان للتسجيل في التجنيد العسكري الذي تسعى من خلاله السلطات الأمنية في المحافظة إلى سد الفراغ الذي تركه انهيار الأجهزة الأمنية بعد سيطرة التنظيم على المحافظة لمدة عام. الإرهاب يسبقنا دائما بخطوة، ففي اللحظة التي تسعى فيها الحكومة والسلطات المحلية في حضرموت للعمل على تطبيع الحياة في المحافظة، يعرف الإرهاب أن خسارته المعركة في أي جزء من المناطق المحررة يعني خسارته المعركة كلها، ولذلك يسعى دائما للتواجد قبل الحكومة. تصاعد العمليات الإرهابية في حضرموت يضع السلطة الشرعية وقيادة التحالف أمام تحد يفرض عليها التحرك بقوة وبسرعة، واستيعاب درس عدن العاصمة المؤقتة التي تأخرت فيها الحكومة حتى أصبحت لا تجد لها مكانا فيها بعد أن ملأتها الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا بالنقاش مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني. مرحبا بك سيادة اللواء. مرحبا. أهلا بك سيادة اللواء، دعنا تطلعنا من فضلك عن آخر المستجدات في حادثة اليوم وعن صحة الأنباء التي تناقلت أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش تبنى العملية. طبعا انتم سمعتوا الصباح هذا اليوم ان انتحاري فجر نفسه
في أمام بوابة النجدة، معسكر النجدة. نعم. وكان هناك يتجمع عدد من الأفراد ومن الصف الضباط والجنود. تم عملية تنظيم عودتهم، وبعضهم يعني تسجيلهم بشكل جديد في أجهزة الأمن. هذا الإرهابي الانتحاري ارتزى زي عسكري وأمام بوابة المعسكر. نعم. دخل بين مجموعة وفجر نفسه. سيادة اللواء، كيف تمكن من الدخول إلى بوابة المعسكر؟ ألم يكن هنالك أجهزة أمنية تقوم بتأمين المنطقة؟ هو لم يدخل البوابة، هو فجر نفسه خارج البوابة على مقربة من البوابة. في نفس الوقت كان في المكان هذا يتجمع الأفراد قادمين متجهين إلى البوابة. نعم. إذا سيادة، ونتج عن ذلك استشهاد مجموعة كبيرة. نعم. وجرح آخرين. نعم، هل هنالك أي مستجدات في الحادثة من حيث الإجهزة الأمنية؟ هل تم ضبط عناصر مشتبه بهم أو ما إلى ذلك؟ نعم نعم نعم، من ناحية الحادث شكلت لجنة التحقيق، وجاءت أجهزة البحث الجنائي وباشرت عملها في الموقع، وبعد ذلك تم ضبط جميع في سيارتين محملة بذخائر وأسلحة، وتم إلقاء القبض عليهم وكل ما بحوزتهم. سيادة اللواء، هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من تصريح لكم عن قدرة قوات الأمن من تأمين المنطقة وطرد جميع عناصر تنظيم القاعدة، يعني كيف نستطيع تفسير ذلك؟ يجب أن تفهموا أنه القاعدة احتلت المكلا لأكثر من عام. نعم. واستولت على موارد كبيرة، وعملت من المفخخات ومن الأسلحة ترسانة كبيرة في هذه المنطقة، ولذلك عملية وجود عناصر، وهذه طريقتهم يعني عند المفخخات التفجيرات، الوقوع بالمجاميع المواطنين سواء كانوا موظفين أو عسكر أبرياء. فهذه العملية نحن نفسرها في هذا الاتجاه. يعني سيادة اللواء، ما إذا تساءلنا عن دور أجهزة الاستخبارات، أين هو دور هذه الأجهزة بمساندة قوات الأمن وتسهيل أو مساندتها في أداء عملها؟ أين هو دور هذه الأجهزة؟ أنتم على دراية أن المخلوع علي عبد الله صالح دمر كل الأجهزة الاستخباراتية الوطنية في كل المحافظات وبالأخص في حضرموت، وبنى جهاز خاص به، ولذلك يعني قلت تم يعني إصابة استهداف أكثر من 80 ضابط استشهدوا خلال السنوات الماضية، كلهم كانوا عناصر في الاستخبارات الوطنية. ولذلك هذا الجهاز يعني مني بخسائر كبيرة ويعاني من الضعف، لكن الآن تجري عملية إعادته بشكل منظم وبشكل قوي وبأجهزة حديثة وسائل تقنية حديثة جدا، وسوف ينال من هؤلاء الإرهابيين والعناصر التي ترسلهم أيضا. نعم، إذن سيادة اللواء، كما يبدو أن هنالك هجمة شرسة على المحافظة، هل هنالك، أننا شاهدنا خلال 3 أيام 3 تفجيرات متتالية، هل هنالك، هل تم وضع خطة من قبلكم لتفادي هذه العملية خلال الأيام القادمة لتأمين المحافظة وخاصة الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية فيها؟ صحيح، نحن منذ صباح اليوم الباكر ونحن عاكفين على مراجعة العديد من الخطط، وعملنا على اتخاذ إجراءات جديدة، ولدينا قوة احتياط لا تزال هائلة، سوف ندفع بها لتعزيز الأجهزة العسكرية والأمنية في هذه المدينة الهامة. هل هنالك دعم من قوات التحالف لهذه الإجراءات؟ بطبيعة الحال قوات التحالف لا تتأخر عن الدعم في أي لحظة، وعندما تحس بهناك حاجة لمساعدتنا فهي تسبقنا في المساعدة والعون. هل بإمكاننا أن نعرف حجم هذه الإجراءات وطبيعة أيضا الدعم من قبل التحالف؟ الإجراءات هي
توسيع الانتشار العسكري والأمني، تعزيز بأجهزة حديثة في بعض المواقع، تنشيط العمل الاستخباراتي بشكل أدق وأسرع ومنتج، ومن جانب قوى التحالف سوف توفر كل الوسائل اللازمة لتأمين هذا العمل. نعم، هل ستشمل هذه الإجراءات أيضا إجراءات أمنية كمثل حظر التجوال أو عمليات مداهمة من هذا القبيل؟ المداهمة، عمليات المداهمة مستمرة يوميا، ويوميا نلقي على مجاميع كبيرة من هذه العناصر الإرهابية، وعملية ستشمل الخطة أيضا تشديد الإجراءات ومنع تحرك، أصدرنا أوامر ومنع تحرك الدراجات النارية وحركة السيارات أيضا في المساء. نعم، إذا قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء فرج البحسني، شكرا جزيلا لك لأن كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى ضيفي من حضرموت، مدير عام الإعلام سالم العبد. مرحبا بك سيد سالم. أهلا ومرحبا بقناة بلقيس، ونحن جاهزون يعني لأي استفسارات أو شرح لما حدث اليوم. أهلا بك سيد سالم، ما هي آخر إحصائيات ضحايا التفجير بما أنك مدير عام الإعلام وأيضا في حضرموت؟ ما هل هنالك من جديد في حادثة اليوم؟ على حد علمي أنه عدد الشهداء إن شاء الله بإذن الله بلغ 28 شهيد. نعم. والجرحى حوالي 51 جريح، وباقي الجرحى يحاطوا بالعناية والرعاية الصحية، ونسأل الله لجرحانا الشفاء. أما شهدائنا فنتمنى لهم الجنة، الفردوس الأعلى من الجنة مع الأنبياء والصديقين والشهداء إن شاء الله، وأن يعطم قلوب أهلهم بالصبر والسلوان إن شاء الله. ولو لحضرموت عامة العزاء ولليمن. سيد سلام، ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بعد الحادثة؟ هل هنالك إجراءات تم اتخاذها على الأرض بعد الحادثة مباشرة؟ والله هناك العديد من الإجراءات التي تتخذ تقريبا بشكل يومي. الناس في حالة استنفار. نعم. وقد أعلن الأخوان. أقصد هل هنالك إجراءات يعني إضافية اليوم تزامنا مع وقوع هذه الحادثة؟ هناك في تحدي صعب أمام القوات الجيش وقوات النخبة والسلطة المحلية برئاسة اللواء المحافظ أحمد سيد بريك. هذا التحدي يكمن في المزاوجة بين نشاطين، محاولة تطبيع الحياة ومحاولة أيضا أن تجري الحياة كما ينبغي لها أن تكون، والمحافظة على هذا النصر الأسطوري والمؤثر. إذا سيد سالم، كيف يمكن تطبيع الحياة في ظل هذه الظروف الصعبة؟ محاولة سد الثغرات الأمنية إن وجدت، وبعض القصور في الأداء الأمني إن وجد، وغرفة العمليات على مدى 24 ساعة مفتوحة وتعمل بدون خلل ولا ملل. سيد سالم، إلى الآن لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل السلطات المحلية في حضرموت يطمئن الناس بأن الأوضاع تحت السيطرة، لماذا هذا الصمت والتجاهل؟ وفي الحقيقة ليس صمت، الحقيقة أنه مثل ما أشار من سبقني سيادة اللواء طارق سالمين وغيره من المسؤولين، أنه في حضرموت تم تدمير البنية التحتية وتم تدمير المؤسسات بشكل ممنهج. نعم. وللأسف الشديد يعني تم شل الفعاليات الإعلامية. تصوري أنه ما فيش عندنا نحن مراسل يعني رسمي في حضرموت يستطيع أن يتواصل مع أي جهاز إعلامي إلا يعني في حكم الندرة، قلائل جدا بعدد أصابع اليد. ومحافظة بشكل محافظة حضرموت وبجغرافيتها ونشاطها الواسع واهتمام العالم والإقليم والوطن، ينبغي أن يكون لها طاقم إعلامي فاعل ويتواصل بسرعة بدون المرور عبر وسيط، وهذه إشكالية أيضا تحدثت.
نعم، هل بدأت الأجهزة الأمنية باستعادة دورها ولو حتى بشكل نسبي، نستطيع قول ذلك؟ الأجمل في الأمر أنه هناك حماس منقطع النظير لدى الجميع. نعم. بالذات قوات النخبة في حضرموت الحضرمية في إطار الجيش الوطني، وفي إقبال على التسجيل أيضا، وفي عودة لقدماء. تطور اليوم بعد الحادث، نعم، او اثناء الحادث مباشره، ناس يعني شباب من الواقفين على بوابه المعسكر اخذوا الجرحى والمصابين وذهبوا بهم المستشفيات ولملموا اشلاء الشهداء، ثم عادوا ليتجمعوا امام البوابه ويواصلوا تسجيل انفسهم. وهذه الروح العاليه والمعنويات الكبيره نحن نحتفظ بها ونبتهج، فهي الرد الوحيد امام النشاط الارهابي، نعم، الفكر المتوحش هذا والعبثي الذي يقتل عبثا هكذا. يعني نعم، هذه الروح المعنويه العاليه هي الرد الحقيقي على مثل هذه الانشطه الارهابيه. نعم، اخر سؤال سيد سالم، هل هنالك تفاصيل اضافيه عن هويه المنفذين؟ الحقيقه انه غالبيه المنفذين يستقل اعمارهم كما هو مشاع ومعلوم عن طبيعه الانتحاريين. نعم. شباب غض في مقتبل العمر، إما يعيشوا حياة اجتماعية شوية فيها قسوة، أو العوز أو البطالة أو الفشل في التعليم، وهؤلاء يتم غسيل الدماغ بالنسبة لهم والتغرير بهم. نعم. ومن هنا نتوجه عبر شاشتكم الكريمة أنه على الآباء وعلى الأهالي وعلى الأحياء في كل المناطق في حضرموت أن يلتفوا حول قيادتهم العسكرية والأمنية، وأن يبادروا للتعاون وتكامل الجهود في الإبلاغ عن أي مشتبه فيه أو أي تحركات مشبوهة لقوات الجيش والأمن، لكي نتجنب تكرار وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة والمؤلمة. يعني نعم، إذن السيد سالم العبد مدير عام الإعلام في حضرموت كنت معنا من حضرموت، شكرا جزيلا لك. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ضيفي نبيل البكيري باحث بشؤون الجماعات الإسلامية، مرحبا بك سيد نبيل. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد نبيل، كان واضحا خروج القاعدة من المكلف غضون ساعات وبشكل مفاجئ بعد عام من الاستقرار فيها وتحويلها إلى مركز رئيس للولاية. أنتم كباحث في أسلوب هذه الجماعات، كيف بدأ لكم هذا الانسحاب؟ كان انسحابا تكتيكيا ومعتادا من قبل هذه الجماعة في مثل هكذا الظروف، وايضا كان جديدا ايضا حتى على مستوى ان تدخل المدينه وتسيطر عليها وتحكمها. نعم. لكن الذي حصل اثناء دخول التحالف والقوات الجيش الوطني انسحبت، وبكامل ما تمتلك من عتاد تم نهبهم مؤسسات او معسكرات الدوله طوال الفتره الماضيه، وهي الان تعيد تموضعها وتعيد انشارها من جديد، بمعنى ان ما تحقق من في المرحله الماضيه لا يمكن ان نحكم عليه انه كان نجاحا عسكريا او امنيا كبيرا، وانما كان الامر مجرد تكتيك وانسحاب من قبل هذه الجماعات. اذا سيد نبيل، كيف يمكن ان نفهم عوده هذه العمليات التفجيريه بهذه القوه والوتيره المتسارعه مع بالتزامن مع تصريح القوات لقوات الامن وقوات التحالف بالسيطره على المدينه؟ نعم. كيف لنا أن نفهم هذا التسارع في هذه العمليات بالتزامن مع التصريحات؟ سيد نبيل هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد نبيل حتى نعاود الاتصال به من جديد. مشاهدينا الكرام نذكركم بموضوع حلقتنا لليوم، وهي التفجيرات التي حدثت اليوم في مدينة المكلا والتي استهدفت تجمع للمجندين المستجدين، حيث أن انتحاريا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه أمام بوابة معسكر النجدة بمنطقة فوه بمدينة المكلا، والذي يتم في
فيها تدريب المجندين المستجدين بالجيش التابع للحكومة اليمنية. عناصر تنظيم الدولة داعش تبنى العملية، وقال في بيان على وكالة أعماق الإخبارية التابعة له أن استشهاديا من الدولة الإسلامية فجر حزامه النازف داخل مبنى النجدة، ولكن ضيفي نائب وزير الداخلية قال أن الانتحاري لم يتمكن من الدخول إلى داخل المبنى، وإنما التفجير حدث بالخارج. إلى حد الآن الإحصائية الأولية للتفجير هو 25 شهيد وأكثر من 60 جريح يتلقون العلاج في مستشفيات المكلا. يعود إلينا، ينضم إلينا نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع. مرحبا بك سيد علي ناصر، ودعني أنقل لك السؤال الذي طرحته على ضيف نبيل البكيري، كيف لنا أن نفهم تزايد وتيرة هذه العمليات العسكرية في المكلا بالتزامن مع تصريحات للسلطات المحلية وأيضا للتحالف بسيطرة وفرض الأمن على المدينة؟ شكرا لكم. أهلا بك. أنت ومستمعيك. هذه العمليات الانتحارية التي يقوم بها يعني هؤلاء الناس الذين وصلوا إلى طريق مسدود في حياتهم هي تعبير عن انه عن نهايه هذه الحركه يعني، والجهود التي تقوم بها السلطه المحليه وقوات التحالف في حضرموت يعني جهود كبيره وجباره. نعم. لكن فرد بنفسه يعني يريد ان يموت، من الصعب جدا ان نتقي مثل هذه الاعمال ما لم تكن هناك يعني جهود شعبيه، يعني ما لم يكن هناك في حاضر يعني ترفض مثل هذا التطرف الفكري الموجود. وهذا عمل تعمل عليه السلطه المحليه في حضرموت يعني بقياده الاخ المحافظ وبالتحالف بالتنسيق مع التحالف وايضا المؤسسات الامنيه، وان شاء الله يعني يتم الحد من مثل هذه الاعمال الارهابيه. نعم، هل سنشهد سيادة اللواء عمليات على غرار العمليات التي في المكلا على غرار العمليات التي اتخذت في عدن، وما هو دوركم في المرحلة المقبلة أنتم كوزارة داخلية؟ والله نحن نتمنى أن لا تحدث، نحن نتمنى أن لا تحدث من هذه الأعمال الإرهابية، ونبذل جهود يعني كبيرة جدا بالتنسيق مع قوات التحالف كان في عدن أو كان في نعم يعني في حضرموت وبقيه المحافظات. لكن كما قلت هذه العمليه عمليه مكافحه التطرف الفكري والارهاب يعني نتائج لهذا التطرف هي عمليه كبيره وتحتاج الى جهود يعني الدوله بمكملها وجهود المجتمعات المحليه يعني والقضاء على منابع هذا التطرف يعني وليس نعم. على النتائج. هذا اللي نشوفه الان هي نتائج التطرف الفكري الموجود والقلوب. يعني هذا يشتي عمل كبير جدا، لازم يتم ببرامج يعني مختلفة، والحكومة لازم يعني تعكف على تلك البرامج يعني، ونحن نعمل قدر الإمكان في كل المحافظات على الحد من مثل هذه الأعمال الإرهابية. أين ذهبت الأجهزة الأمنية في حضرموت؟ يعني الأجهزة موجودة يعني الناس موجودين في البوابة، شخص يأتي مرتدي لقدرة عسكرية. كيف استطاع المرور بالحزام الناسف وبهذه المتفجرات ليصل إلى البوابة؟ ألا يوجد أجهزة أمن مسؤولة بحماية المنطقة؟ خلونا لما نتكلم يعني منطقيا. نعم. أنت في بداية تأسيس مؤسسات تفضل. أنت الآن تريد أن تعيد هذه المؤسسات في هذا المكان، يتم التجنيد يعني للشباب يعني ليستحقوا يعني بأمن حضرموت يعني في البوابة في حماية موجودة، لكن الشباب بيجوا يتكدسوا كلهم يريدون أن يدخلوا دفعة واحدة يعني الناس مأمونين. هذا الشخص أجا بنفس الزي وبنفس الشكل وانقمص بين المنتظرين للدخول إلى المكان، لم يدخل إلى المكان يعني، ولكنه كان بين المتجمعين من الشباب المتطوعين الذين يدخلون إلى داخل. طبعا هذا الكلام لا يعني فأنا من المسؤولية نعم يعني لازم من إجراءات
لكن انا بقول دائما انه انسان يريد ان ينتحر يعني شيء والله في صعوبه جدا ان الواحد يمنعه. نعم، اذا سيادة اللواء من المسؤول عن الملف الامني في حضرموت؟ هل هي قوات الشرعيه ام قوات التحالف؟ في حضرموت في محافظ موجود وهو المسؤول الاول عن كل العمل الليبري، وقوات التحالف هي عمل مساند للاقل المحافظ في هذا الاتجاه. نعم. اما المسؤولين لا شك السلطه المحليه هي المسؤوله الاولى، لكن ليست مسؤوله عن 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 التفجير الذي حدث، هي مسؤوله نعم عن اداره الناس وعن الحد من مثل هذه القضايا. نعم، اذا سياده اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخليه، شكرا جزيلا لك لانك كنت معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام، الى هنا نصل الى نهايه هذه الحلقه من زوايا الحدث. لا يسعني الا ان اشكر ضيوفي، كان معي من حضرموت سالم العبد مدير عام الاعلام في حضرموت، وكان معي فرج البحسني قائد المنطقه العسكريه الثانيه، وكان معي اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخليه. والشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وهي لكم من زميلاي في الإعداد كمال حيدرة ومحمد القاسم. نلقاكم على خير في حلقة جديدة، إلى اللقاء.